سيدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تراحموا، حالات جديدة وقضايا ونشوفها إن شاء الله ترفع الرأس مثل هذه الأسر الرائعة اللي تحتاج أننا كلنا نتراحم فيها. دعوة مفتوحة لكم، أرجو أن تقضوا وقتا ممتعا ومفيدا ورائعا مع مجريات هذه الحلقة. شاهد الكرام، واحدة من الحالات اللي بنصورها في برنامج تراحموا هي هذه الحالة. بعض الحالات احنا فعلا بنتعب فيها كثير، منها هذه الحالة. نشوف هذه الحالة. السلام عليكم، كيف حالك أم؟ اسمك الكريم؟ أم من؟ أم أحمد. أم أحمد، يا أم أحمد، احنا سألنا عليك، قالوا لنا انك غير انك محتاجة، كلنا محتاجين، لكن انت سيدة رائعة. شغلك ايشو؟ والله كنت اشتغل ببيت. بيت؟ ايوه ايوه. دحين سافرت مع ابو شحد. وكيف من ومن لو نخلى على الله ما مش معانا وقال لي اشتغل شويه. وزوجك ما اشتغلش؟ كم معي جوال؟ معي 8 4 4 4. عشان نختصر، رمضان ايش سويتم؟ ايش عملتم؟ لا رمضان عاد احنا ولا مصاريف حكومة حاجة. تعالي خرجين هنا، تعالي خرجين معي. ايوه مصاريف الحين ليش ما رتبتي؟ ما معك ايش يا بنات، ما فيش مصاري؟ ما في شيء. حاجه ايش اللي تسوينه رمضان ان شاء الله؟ زي ايش؟ اللي شد ربي. اللي شد ربي ما فيش معانا ولا بطاريه. يعني ادي لك بطاريه وغاز، ولا ادي لك سله غذائيه؟ أنا ما أشتي، أشتي أنا سلة، مش أنا اللي تشتي، هي شركة سبأ فون الرائدة في مجال الاتصالات، شركة اليمنية للهاتف النقال، قدمت هذه السلة الرائعة. وفي أيضا قطمة سكر وكيس دقيق وقطمة رز. كويس؟ شكرا، الله يخليك. الله كيف الحاجة؟ تمام؟ لا تعجبك إن شاء الله. طيب عليك أنت إيجار قلتي وحاجت كذا؟ سلم لي قرد داوي تبيبني مرضيش، خلنا نخرج مرضيتني. يعني محتاج أنت فلوس تدفعي لي إيجار؟ أيوة. وأيضا في 50,000 ريال مقدمة من الشركة اليمنية للهاتف النقال سبأ فون، يمكن إن شاء الله تساعدك في الإيجار وهذه الحاجات الثانية. تمام أمي؟ شكرا. نستأذنكم؟ لسانكم طيبين؟ تدرسين إن شاء الله؟ مستقبل رائع. مشاهدي الكرام، هذه الأسرة وغيرها في البرنامج اللي بيظهروا، إذا أحببتم أن تساعدوا تليفون البرنامج بيظهر الآن على الشاشة، إذا حبيتم احنا نأخذ هذه المساعدة ونسلمها لهم. ليس للبرنامج أي جهة أخرى، لا بالفيسبوك ولا باليوتيوب ولا شيء، احنا المسؤولين المباشرين، هذه الأرقام هي اللي تواصلوا معنا واحنا نوصلها، هذه ذمة بيننا وبينكم. جزاكم الله كل خير داخل اليمن وخارجها. المشاهدين اللي بيتفاعلوا معي ومع البرنامج، مشاهدتكم بلغت الملايين لصفحتي وهذه القناة، شاكر لكم مشاهدي الكرام، وأيضا كل المتعاونين المشتركين في القناة، كل الإخوة والأخوات الرائعات المغتربين والمغتربات اليمنيات، رفعتم رؤوسنا، أثبتتم أن اليمن رحمة، وهذا البرنامج هو خير وسيلة للتعبير عن هذا. كل سنة وانتم طيبة، شهر كريم علينا وعليكم، أشوفكم على خير. مشاهدين الكرام، كل سنة وانتم طيبين وشهر كريم علينا وعليكم. بعض الحالات في برنامجكم تراحموا 2019 أخذت مننا بعض الوقت للتدقيق، لكن كل الحالات بتشاهدوها إن شاء الله، لا يعرفون أننا سنصل إليها. سألنا عليهم، بنسأل في الحواري هذه، وجدنا أنهم مستحقين بالفعل. بعض القصص ستشاهدوها صادمة. إذا نشوف هذه الحالة المفاجئة. احنا نخبط الباب زي ما تعرفوا. السلام عليكم، كيف حالك؟ ممكن تخرج لو سمحت؟ كيف أنت؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. إيش اسمك؟ رمزي. رمزي، وين أبوك؟ أبي ما حد خرج. بس معك أسرتك هنا، معك والدتك. أيوة. كيف حالك أمك؟ أنت طيبة؟ أم رمزي؟ أيوة. وين هو أبو رمزي؟ خرج دالحين. أعمل؟ ولا شيء. وشغل معه حاجة زي كذا؟ ولا معه شيء. وانتي ما شاء الله الجهال هذا، ايش كم منهم بهم؟ 4 عميان وهذه اشوف بس. ها؟ 4 عميان. 4 ايش؟ عميان. 4 مكفوفين. مكفوفين. اذا مشاهدينا الكرام،
هذه المفاجأة التي قالوا لنا كل الحارة عن هذه الأسرة. تخيلوا، طبعا ربنا هو القادر على كل قدرة. أربعة أطفال نشوفهم لو سمحتوا، والصغير أيضا، وهذا الطفل الصغير، وهذا أخوه، وهذا أخوه الثالث، والبنت. هذولا أخواتي. يا رمزي، إيش حكايتهم؟ عميان؟ إن الله هذا لما خرجوا من البلاد. الله، كيف يا أم تشرحي لنا؟ يعني هذا خرجوا من الله، يعني عميان من ساحتي. طيب نشوف الحكاية هذه كيف لما تمت بالنسبة للولادة، لكن هم وراء بعض العيال هذولا، جاءوا وراء بعض. أنت أول حاجة اسمك رمزي. مشير. أنت مشير. أيوة. أيوة مشير. وأنت؟ عواطف. وأنت عمي عواطف. بالله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. بالعكس أنت بصرك رائع، أنت بصيرتك إن شاء الله رائعة. آمين حبيبي أنا في دارك. سيارة. معي أنت. علم. علم. أنا موجودة. تشي تركبي بوحدة ولا كيف؟ أنت معك أن تركب واحدة والثانية العيال المصورين، لكن أنت تشي سيارة لعبات تلعبي بها. ها ويش تشي سيارة صاد؟ لا أنا شادي شاجيب لك سيارة، خلي بابا ولا ماما تشتروا لك. هذا مكرفو تمام، حق ما هو حق التلفزيون، حق برنامج تراحموا، في برنامج كويس إن شاء الله حتشوفي يشوفوك الناس. ما شاء الله يديلك البصر والبصيرة إن شاء الله. تمام تمام حبيبي. طيب رمزي قلت لي وأبوك إيش يشتغل؟ حارس في 30,000 مرتبه. أيوة تكفي يا ما تكفي البيئة هذه؟ أنا قد أقول لأهل الحارة كف على البراية صاحب البيت كلهم ما يقولوا لك. أيوة طيب الإيجار يما الإيجار عدب بالأسبوع لو شمت من شمت. أهم شيء صبركم الجميل عند الله إن شاء الله. الله كريم. كم عليكم إيه؟ علينا الآن دحنا ظل 30 دربي 30,000 إيجار، وإذا دفعتوا عتنتهي المشكلة هذه. يعني يجي لنا من الحوش يعني يصيح ويهجر، وساعة من هنا يهز الباب يقول لك بيتي ولا بخرج. يعني في بعض الفئات ما عندهم صبر وما عندهم، ربنا يدي لهم طولة البال. نداء لكل الإخوة اللي بيشوفوا مثل هذه الحالة، حالة عجيبة، حالة غريبة. خمسة أولاد اللي بتشاهدوهم الآن مشاهدين الكرام، أربعة منهم دفعة واحدة، أربعة عميان، لا نقول عميان، يعني مبصرين بإذن الله، ومعهم أخوهم رمزي الرائع والبنت الحلوة هذه الصغيرة وأمهم العظيمة هذه. قلت لي ما يكفي، كيف سويتوا رمضان كيف؟ يعني من في خارج أجر علينا، يعني من في خارج يعني الله يكتب له لك. ما رتبتمش حاجة؟ ما والله ما قدوا حاجة. طيب هو شوفي أنا أحدي لك حاجة، يعني نرتب لك الموضوع هذا تمام. وبيقول للأخوة المشاهدين اللي بيشهدوا الحالة هذه، أم رمزي وأولادها هذولا اللي حالتهم يعني تستحق كل المساعدة وكل العطف، سواء الأخوة المغتربين أو المغتربات أو إخواننا في دول الخليج. تليفون البرنامج الآن بيمشي على الشاشة، تواصلوا معنا فقط، ليس لنا أي صفحة إلا صفحتنا نحن، والمساعدات تأتي لنا ونوصلها لمثل هذه الأسر الكريمة العفيفة الطيبة. أنا أروي لك حاجة واحدة إن شاء الله تعجبكم. تمام إن شاء الله لكم الأجر إن شاء الله، ونساعدين وأنتم الله يكتب لكم الأجر اللي خلق هذا الشهر الكريم. نشوف في سلة غذائية، يتفضلوا موجودة هنا، تقدروا تشوف فيها يما سلة غذائية مقدمة من شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات، وهي الأقرب إليكم. وفي أيضا قطمة، الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله. الله إن شاء الله. وكيس دقيق وقطمة سكر، الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله، ربي يستر عليكم أنتم المتبرعين. وفي موضوع ربي إيش؟ ربي إن شاء الله نرزقكم سابر إن شاء الله، وأنتم رزقكم سابر بإذن الله. وإن شاء الله العمى اللي فيهم ما يتعالج ولا كيف؟ يعلم الله، يعني صرنا بهم صار بهم مرح، يعني قام وعد مطفى. أيوة. يعني قالوا هذا من الله إلا لا بد يعني لو ما يكبروا. أيوة. اللي في خ
هذه شله معينها. إن شاء الله يا أم رمزي معك 50,000 ريال هتدفعي منها الإيجار بإذن الله من شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات الأقرب إليك. 50,000 ريال إن شاء الله هتساعدكم. تمام الله يكتب لكم. وهذه السلة إذا هي موجودة تأخذيها تساعدك في رمضان. سيد الكرام واحدة من الحالات اللي بيشوفها في برنامجكم تراحموا هي هذه الحالة. احنا سئلنا عليهم بندق الباب. السلام عليكم حياك الله تفضل ندخل ولا تجي هنا تفضلوا. لا احنا نستأذنك. ما شاء الله تعالي تعالي تعالي. ايش البنت هذه الحلوة تعالي تعالي ما شاء الله عليك تعالي. سلم عليكم كيف حالي؟ سينا. سينا وانت؟ فايدة. وهذا الصغير تفضل تفضل تفضل. نايف. لؤي. نايف. نايف ما شاء الله اسمك الكريم. عادل. مع ثلاثة عيالك ما اي باقي واحد صغير. صغير عادل نونو. كم عدد افراد انتم كم؟ احنا ستة. ما شاء الله عليك. وش في شغلك؟ الجلة. شاقي يعني. شاقي حلا حلا. وش في العمل عبادة؟ انت ما تعالي حبيبي تعالي. قلت لي ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ تعالي هانا. اطلعي اطلعي عشان تصوري ايه؟ احنا استاذنا منه من ابوك استاذنا نصور. البيت صغير احنا مش هندخله. البيت بتشوفه يعني زي غرفه قلنا ناس بسطاء. وقلت لي عمل شاقي يعني على باب الله. احنا في رمضان معنا برنامج اسمه تراحموا لو بتشوفوه في قناه السعيده. هذه القناه الرائعه اللي بتقدم مثل هذه البرامج الانسانيه. بنقدم مثل احنا بندق ابواب ونشوف الناس ونكتشف يعني حالاتهم. قلت لي كم دخلك؟ يعني دخلي شقايق كم تقريبا؟ اشتغلت يعني 3,000 دخل اليوم. ايوه بعض الايام. بيت البيت ولا؟ هذا ايجار. ادفع ايجار ب 20,000. ان شاء الله يعني الفلوس هذه تساعدك وتكفيكم. رمضان ايش عملت؟ والله ما قد حاجه صراحه. وليش؟ والبنات؟ شو برمضان؟ ولا هكذا شويه. شو زي ها؟ شو من اكل؟ حلبيات. الحلبيات ايش بحاجه ايش مد الله؟ اشتريت شو حاجه؟ اشترينا والحاجه. البرنامج بيقدم سلال غذائيه ان شاء الله تعجبك انت تشوفيها. يتفضلوا. هذا واحد من الداعمين للبرنامج امازون ويعني وكلاء منتجات امازون. فوق هذا ايضا موجود كيس دقيق قطمه سكر وقطمه رز. جزاك الله خير. الله يسلمك. قلت لي اسمك الكريم؟ عادل. عادل يا عم عادل. وكيف مصاريف العيد وهذا ان شاء الله او رمضان تحتاجوا؟ تحتاجوا حاجه جنب هذه؟ ها؟ ايش ملابس. ملابس. ملابس يعني شو مصاريف رمضان ان شاء الله اكفي وللعيد ايضا في مبلغ 50,000 ريال مقدمه ايضا من امازون. 50,000 تخليها معك ان شاء الله تساعدك. تمام. جزاك الله خير. جزاك الله ان شاء الله وللعيد تشتري لهم كسوه. الله يدينا. الله يجزاه خير الجميع ان شاء الله. وانت رجل رائع ورجل عظيم مكافح رجل شاقي يعني بيشقي على باب الله. و 3,000 ريال لمصاريفه ان في عمل. لكن شوفوا نفسه وقوه ارادته وهذا الانسان اليمني الرائع اللي مخلف مثل هذه البنات الحلوات والولد الصغير هذا. ان شاء الله نتمنى انه يكون الشعب اليمني بمثل هذا الاباء والكرامه والروعه. ما يمدش ايدهم. احنا واجبنا وغصبا عننا نجي للبيوت وندق الابواب ونلاقي مثل هذه القصص الرائعه. امين. شكرا لك. شكرا لك. انت تستاهل كل خير وعلى عيننا وراسنا. واشوفكم فقره ثانيه باذن الله مشاهدينا الكرام.
سيد الكرام، واحدة من الحالات اللي جينا لها في هذه المنطقة، طبعا ناس كثير مستحقين ويستاهلوا كل الخير، لكن احنا معانا حالة محددة. نستكمل معكم سيد الكرام هذه الفقرة. السلام عليكم، كيف حالكم با؟ كيف صحتك؟ ممكن تخرجوا؟ ممكن تعالوا يا عيال، تعالوا تعالوا يا بنات، قالوا ما شاء الله ما شاء الله. اسم الصغيره هذه؟ اسمها نهى. نهى حياك الله، نهنوها. وهذو البنات الحاليات؟ اسمها هدى. ايوه لا بس هذا اللي معي. عاد معي بنت بس مش موجود كبير. ها صح، مش موجود. ان شاء الله. زوجي كين؟ زوجي يشتغل. وينه؟ اشتغل مع واحد هنا. مو يشتغل، اشتغل مع واحد بنشري. بنشري. انتم منين اصلا؟ من تعز. من تعز. كم لكم هنا؟ لنا والله شقي 3 سنين. 3 سنين. هذا بيتكم؟ لا، مستأجرين من ناس من خولة. ما شاء الله. كم الإيجار؟ الإيجار 12. تكفي زوجك يشتغل؟ يعني شغله كويس؟ ما له شيء، زارة أحيانا. أيوه. حين يحصل وأحيان والله ما حصل شيء. أوه، ما عليه شو كذا اللي الرزق يشتي. يعني الإنسان يكافح. الحمد لله، يعني الدنيا تشتي مكافحة. وانتم ما شاء الله عليك عاد العيلة صغيرة، تدري دره بيدوسيش عاد هم ما معاكمش إلا مشكلة الإيجار بس. أيوه، والصرفة يعني. والصرفة. الصرفة دخلتينا ليه أنت برمضان مو فعلتي؟ عاد إحنا راكنين على الله، كنا كما قال رمضان يجيه رزقه. إن شاء الله. ولا اشترينا عدوية ولا حاجة. معكم بيس تشتروا؟ لا والله ما قد 5. أسرة عبد الحفيظ أسرة مكافحة، رجل بيشتغل مساعد البنش في بنشر، جيناه في أثناء عمله لكن لقينا أسرته وزوجته الرائعة هذه. هذول وأطفاله كلهم بنات قلتيني؟ أيوة كلهم. ما شاء الله البنات بركة. وقلتي إنه رمضان. أيوة الله يديلك العافية، رمضان يجيب رزقه ورزق الحمد لله على كل حال. نحمد وشكر ربي ما ينسيش أحد. الحمد لله يجيه رزقه. الحمد لله وقى رزقك برمضان في برنامج كوب تراحمه، سلة غذائية مقدمة من فاعل خير. شوفي فيها الحاجات، إيش رأيك يا بنات هذه الحاجات؟ رزقكم يحفظكم إن شاء الله. أيضا في قطمة رز وكيس دقيق وقطمة سكر. الحمد لله، يعني مصاريف رمضان مأمونة إن شاء الله، ويتكفي للعيد أيضا إن شاء الله. أيضا معك مصاريف غير رمضان، معك 50,000 ريال مقدمة من فاعل خير، تخليها معك يجي زوجك إن شاء الله. يعني تحتاجوا مصاريف رمضان للإيجار كذا. الله معاكم، الله يحفظكم، يكون معاكم إن شاء الله، وكثر الله خيركم. شكرا لك. شكرا يا أم نهى، أودعك وأودع النهنوها الصغيرة هذه والبنات الحلوات هذه. كل سنة وأنتم طيبين، وشهر كريم علينا وعليكم. وأنتم كمان إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. آمين يا أم. ما تسلمي. سيد الكرام، واحدة من الحالات اللي بنصورها في البرنامج تراحموا لهذا العام هي هذه الحالة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف صحتك؟ تفضل. اسمك كيف؟ اسمي ناجي علي حزام. هذا بيت؟ هذا بيت. نعم. مستأجر اليوم ولا؟ إيجار. كم؟ والله بنتي 15,000. ويش بتشتغل أنت؟ والله شغلة. للعملك الأساسي أيشو؟ أنا ما عمل أساسي. تبي حاجة؟ ما بش ما بش حاجة. شاقي بيدي. والأولاد 8. في كبار في سبع. يعني أقدم هلا صغار كلهم. وأنتوا كيف حالكم؟ الحمد لله. سنة طيبة. اسميك أنت أم مال؟ أم ناجي. أم ناجي هذه والدتك ما شاء الله. يعني كم لكم في البيت هذا؟ لنا 4 سنين. 4. وكيف عمل ابنك؟ كيف تشوف؟ يرحم الله. مو طبعا ولا حاجة، ما معورة ولا شيء، الحمد لله وشكرا. دبرتوا حاجة رمضان؟ مصاريف الله يدبر من عنده. لكم العافية إن شاء الله. الحمد لله. البرنامج بيقدم مجموعة سلال غذائية، بتقدمها جهات مانحة للسلال. تفضلوا بنات، تعالوا معي. شوف هذه السلة مقدمة، تعالي يمه، من برافو سنتر، واحد من المراكز الكبيرة التجارية في بلادنا. أيضا في جونيا دقيق وقطمة سكر وقطمة رز. تمام؟ الحمد لله. هذا كويس يعني؟ كويس كل شيء. يعني عكفي إن شاء الله رمضان جوب المكرونة ورز كله. ما ركنا؟ سابر 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 الحمد لله، سابر كل شيء. عنقين عشي عندكم أول يوم. ان شاء الله ان شاء الله. طيب، وعشان تكتمل فرحتكم ان شاء الله، واحنا انا شخصيا فرحان لكم في مجموعه ملابس لكن وللكبار وللبنات الصغار وللاولاد، انتم عاد تشوفوها ان شاء الله.
مقدمة من هذا المركز، كان معك 50,000 ريال مقدمة من فاعل خير تنفعكم إن شاء الله، غير الملابس وسلة هذه خليها معي قديمة مصاريفها. تمام، كل سنة وأنتم طيبين، وأسيبكم على خير إن شاء الله مع سلامة الله. بهذا القدر مشاهدي الكرام نكتفي بهذه الفقرة، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة أخرى برنامج ترحم. مشاهدي الكرام، هذه الحالة واحدة من الحالات اللي يمكن كل الحارة هنا أجمعوا عليها، على صاحب هذه الحالة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حق الله يسلمك. اسمك؟ أحمد حزام الأنسي. عمي أحمد، كيف صحتك؟ صحي الله يديلك العافية. الجميع إن شاء الله. هذا ما شاء الله زوجتك وبناتك وكذا. زوجتي وبناتي. وهذول جوا؟ عيال عيالي. كم منهم؟ منهم جي 14 نفر. أنتي أم من؟ أم أمير. أم أمير، كل سنة وأنتم طيبين. أنتم شهر كريم. هذا والدي. الجميل. أيوة والدي. ما شاء الله عليه. والصغار عندهم إيش أقول لك، يدرسوا ما يدرسوا؟ عندهم صغيرين مرة. بعضهم يدرسوا بعضهم عندهم صغار. وأنتوا عايشين في البيت هذا كيف؟ أنا بين أشوف يعني موزع على البيت غرف وحاجات كذا. أيوة. ما شاء الله عليكم. تمام تمام. وكيف الأمور معكم؟ كيف العيشة؟ الحمد لله. احنا كلنا تعبانين وكلنا، بس الحمد لله عايشين عايشين يعني الحمد لله. ايوه. وهذه الوالده مني؟ هذه جدتي مني. ما شاء الله. جدتي مني جالسه عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يما؟ الحمد لله. زهره انت؟ وانت زهره ما شاء الله عليك، انت زهره البيت هذا. كيف حالك، مريضه او؟ ايوه تعال. ايش في؟ هكذا مرض. ايش تعبانه يعني؟ ايش تعبانه كيف يعني؟ ايش فيك، مريضه ايش؟ مريض من الشعله هذا كان بيننا ومرض ورد. ما شاء الله. كم عمرك انت دحين؟ ادري تقريبا مش انا داري. ما سوى ما تكونيش اعمارك، لكن يديلك الله طوله العمر والصحه والسلامه بالشهر الفضيل هذا. ما شاء الله عليك يا عم زهره. انت سيده رائعه. وانت ايش محدده مرضك؟ تحتاجي علاج؟ تحتاجي حاجه؟ يودوك مستشفى؟ يودوك نعم يوديك ان شاء الله. يوديك هذا بني؟ لا. زوج بنتي الكبيره. برمضان عملتوا حاجه؟ جهزتوا شيء؟ مصاري ماشي ماشي ماشي. تتصلح ان شاء الله. الله يكرمك. عددكم كبير ما شاء الله، يعني كويس. نرجع نكمل انا والحاج ونشوف هذا الموضوع. رمضان قالين عندك ما جهز شيء، تشترك مصاريف انت كثير ما شاء الله. ان شاء الله. العدد اللي كبير. ايوه تمام. ومعك مشكله الحجة؟ حجه تعبانه. نعم. ايش فيها؟ تعبه قديم كبير العمر ونشوف ما هو فيها ونعجب. طيب احنا بالنسبه للبرنامج بيقدم مساعدات للناس، بيقدم سلال غذائية، سلة مكتملة، أنشوفها تطرحوا هنا. تفضلوا. النجم للحوالات المالية بيقدم هذه السلة الغذائية. إيش رأيكم؟ تعالوا يا أطفال، تعالوا يا حلوين. أيضا في كيس دقيق وقطمة رز وقطمة سكر. كويس؟ تمام كويس. في مبلغ مالي أيضا ساعدكم في المصاريف، مبلغ 50,000 ريال أيضا مقدم من النجم، ساعدك إن شاء الله في علاج الحقة هذه ومصاريف في رمضان أو في العيد. كويس؟ كويس كذا. بس أنا معي قضية الوالدة هذه. تفضل يا حبيبي. هذه 50,000 ريال من فاعل خير، يعني حتساعدها إذا عملتوا لها علاجات وكذا. تمام تمام يما، خليها معي. إذا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. مع السلامة يما. مع السلامة يا بنات يا صغار. وهكذا مشاهدي الكرام نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. أشوفكم فقرة أخرى بإذن الله. مشاهدي الكرام، وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ترحموا. ليس عني في الأخير إلا أن أصلنا وأنتم إلى مسك الختام. مسك الختام لهذه الحلقة يقول: اللهم فرج همنا وغمنا، واكتب أجرنا، وارفع قدرنا، وأصلح حالنا، واغفر ذنبنا، واشملنا برحمتك، واجعلنا من أسعد خلقك. اللهم آمين. بهذا القدر لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، وأشوفكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويظل الأمل موجود.
يسكن قلوب الناس ويظل الأمل موجود، يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد بنشوف كف العطاء براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد بنشوف كف العطاء براس.